لكن خليني اتكلم عن كولر، لان كولر من اهم صفقات الاهلي، وهنتكلم عن الصفقات برضو لان دي جزئيه غايه في الاهميه، هتكلم عن حاجات كتير قوي، فخلوا بالكم طويل قوي معايا الحلقه دي، يعني ركزوا معايا لحظه بلحظه. كولر الراجل شخصيه قويه جدا جدا، ولما الواحد كان بيتكلم مع الناس في النادي والواحد يعني قريب شويه من الفرقه، فبنتكلم وبنسال وناخد انطباعاته الدنيا ماشيه ازاي، الاشاده كانت جايه من بدري، من ساعه ما الراجل جه، لان لوحظ تركيزه في التفاصيل الصغيره قبل الكبير. الراجل بالنسبه له التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا، فما بالك بقى التفاصيل الكبيره. فادى بوادر ايجابيه حتى قبل اي مباراه، ادى مؤشرات ايجابيه للغايه، لكن دايما الجمهور بيبقى عايز يشوف ايه الملعب، ايه اللي هيحصل في الملعب من المدرب. احنا شفنا ايه في الملعب من المدرب؟ شفنا شخصيه النادي الاهلي اللي احنا كنا مفتقدينها في فترات قليله جدا الموسم اللي فات، شفنا قوه شخصيه لعيبه الاهلي في الملعب، شفنا تكتيك، شفنا اسلوب معين، شفنا فكر، شفنا ثقافه تتناسب مع ثقافه الاهلي في الجانب الهجومي تحديدا. ان انت حتى تغييرات الراجل تغييرات كلها هجوميه، مش بيجيب جون ويرجع يامن ويقفل، لا، زي ما حصل امبارح انا كسبان 1-0 لكن نزلت قفشه، نزلت كريم فؤاد كوينج رايت مكان، نزلت محمد شريف مكان ناس في مراكزهم، اللي هو انا لسه في الماتش، انا ممكن يجي فيا جون في اي وقت، فما احسش ان انا عملت تغييرات خلاص غلط فافضل متراجع ورا، لا، انا عامل حساب ان انا بلاعب فريق كبير زي الزمالك يقدر يجيب جون في اي وقت، لا، انا امن نفسي بشكل كويس، وفي نفس الوقت اخلي لنفسي الفرصه ان انا اقدر في اي وقت ارجع في الماتش لو كان لا قدر الله ما قدرتش جبت هدف. هي دي الثقافه اللي احنا عايزينها والشخصيه اللي احنا كنا مستنيينها. انا بقول لك اقول المره الثانيه خلاص احنا مش محتاجين نقيم كولر، خلي بالك معنى كلامي ان هو الراجل هيكسب كل الماتشات، لا، مفيش كده في الكوره، مفيش كده في الكوره، لكن لازم تفضل في ظهره وتسنده وتدعمه وتقف ضد اي حملات تشكيك في الراجل دي، في الراجل ده، وارد تحصل بعد كده لو الاهلي تعرض لتعثر ما مثلا، وده وارد في كره القدم، لكن الراجل مدرب كبير، لا، مدرب كبير، سي في محترم، سي في محترم جدا، بدايته رائعه، 5 ماتشات ب5 انتصارات من غير استقبال اي هدف، من غير استقبال اي هدف في 5 ماتشات. هتقول لي الماتشات الاولى كانت برضو فرق مش قد كده وفرق مش كبيره، وعلى كامل احترامنا وتقديرنا اليوم، طب الماتش الاخير مع مين؟ مع نادي الزمالك، تمام، ايه اللي حصل؟ مفيش ولا هدف دخل مرماك، بل كمان مفيش فرص محققه، يعني يمكن الفرصه او فرصتين، يعني اللي ممكن نقول عليهم فرصتين، الكره بتاعه زيزو في العارضه، تمام، والكره بتاعه زيزو اللي علي معلول بمنتهى الروح يعني بصراحه الجرينتا العاليه جدا حط رجله قدام الكره قبل ما زيزو صوبها في المرمى. بس انا مش فاكر اي فرصه تانية لنادي الزمالك في المباراه. في المقابل الاهلي هو اللي سيطر، الاهلي هو اللي سيطر، والاهلي هو اللي عمل مباراه كبيره. وهنا هتكلم على تصريحات فيريرا، بس خلينا نروح لفاصل الاول بعد ما ختمت قصه كولر اللي ان شاء الله باذن الله هيقدم افضل كمان من كده بكتير مع النادي الاهلي من خلال الانسجام والتناغم خلال الفتره الجايه ومن خلال دعم جمهور النادي الاهلي.